أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية عن الشهر الماضي البالغ حجمها حوالي 100 مليون دولار. كما نقلت الصحيفة صحيفة دعوت عن مصدر مسؤول في ديوان نتنياهو أن هذا القرار يتخذ لمرة واحدة فقط، وستتم إعادة النظر في الموضوع الشهر المقبل. في هذه الأثناء أنتجت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيلما يظهر فيه هدم قبة الصخرة وإقامة الهيكل المزعوم مكانها، ويتحدث الشريط عن الحرية الدينية في القدس. وبالرغم من ادعاء نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أيالون في أن حرية الأديان في القدس متاحة لجميع الديانات، يظهر الفيلم المعدل اختفاء قبة الصخرة وإظهار الهيكل مكانها من أجل التأكيد على وجود اليهود قبل الإسلام. من جانبها أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها العميق لعدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حوادث متفرقة شهدت لجوء القوات الإسرائيلية إلى القوة القاتلة. وقال بيان محلي صادر عن الاتحاد الأوروبي أنه من المهم إجراء تحقيق معمق في هذه الحوادث. في موضوع آخر، عقد أهالي الأسرى المضربين عن الطعام لقاء مع نواب من المجلس التشريعي. أهالي الأسرى من جانبهم حذروا من تدهور الحالة الصحية لأبنائهم، لا سيما وأن سلطات الاحتلال لا تقدم لهم الرعاية الصحية المطلوبة. أما الجهات الرسمية فأكدت استمرار التواصل مع المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناة الأسرى. لا يشعر بيديه ولا قدميه، على كرسي متحرك، وزنه هبط إلى 48 كيلو، هناك تساقط في شعر الرأس، عدم انتظام في دقات القلب، وضعه خطير للغاية، ونقل في الأسبوع الأخير عدة مرات إلى المستشفيات بسبب خطورة الوضع الصحي الذي يمر به. وبالتالي نحن قلقين جدا جدا على حياته. من هنا يأتي هذا التحرك واللقاء مع أعضاء البرلمان. وفي سياق آخر، عقد مركز العالم العربي للبحوث والتنمية أوراد ورشة عمل اليوم في مدينة رام الله، جاءت تحت عنوان سيناريوهات ما بعد إعلان الدولة والحرب الأخيرة على قطاع غزة. المشاركون في الورشة أكدوا أهمية وضع استراتيجيات وطنية فلسطينية موحدة للتصدي لتطورات المرحلة. ونختم الموجز بهذا الخبر. عرضت جمعية السينمائيين الفلسطينيين الشباب مجموعة أفلام قصص من رام الله، والتي تم إنتاجها خلال ورشة عمل عقدت في مقر الجمعية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، حيث هدفت الورشة لنشر المهارات الإبداعية في عمل الأفلام الوثائقية. طلعوا استكشفوا شخصية مهمة أو شخصية تلفت النظر وتابعوها بحياتها اليومية وتحكوا قصتها بشكل إنساني بسيط. عملنا فيلم عن الرسام اللي برسم في شارع ركاب، هو عبد الهادي عيش. شفنا أنه هي الفكرة بتستاهل أن الواحد يعمل عنها فيلم وثائقي، لأنه إشي جديد إحنا شفناه في الشارع الفلسطيني أنه الرسام يرسم في الشارع. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.